دكتور عيوني. ايش لما عيونك دكتور؟ ممكن نعمل فحص على دمي ودمك وتفرجيني النتيجة؟ فحص؟ على دمي ودمك؟ وليش بقى؟ ما في شي ما في شي دكتور، بس بدي اشوف شو الفرق بيني وبينك. العم على هالسمعة، وشو بده يكون فيه يعني؟ ما يكون مفكر انه دمك شي رفع. ايه دكتور، يعني هلا دمك انت مش مثل دمي، دمي بيبقى احسن من دمك حتى لو كنت انت العاقل وانا المجنون. لا سمح الله، كشبر ربعيد كشبر ربعيد. ايوه يعني بدك تصنف الناس حسب الاديان والاجناس؟ لا لا مو بحسب الجنس دكتور، ارجوك ما تفهمني غلط، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. انا افضل منك بالتقوى دكتور. يا بني ادم، اذا كان التصنيف بحسب التقوى شو دخل الدم بالموضوع؟ لاني مؤمن تقي والتقوى بتنقي الدم دكتور. ولك يا ابني، التقوى المفروض انها تنقي الفكر والقلب مش الدم، ودم الناس كله مثل بعضه. لا لا دكتور، دم الكافر نجس وما له قيمة، مثل ما قال سيدنا عمر كرم الله وجهه، إنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. يعني دمك ما له قيمة دكتور مثل دم الكلب. ولك هاي قمة العنصرية والفاشية، ممكن تقول لي شو الفرق بين سيدك عمر وبين هتلر النازي؟ فرق كبير دكتور فرق كبير. سيدنا عمر على سنة الله ورسوله، يعني على حق دكتور على حق، مشان هيك دمي أنا غير دمك. ولك هاد إذا كان فيك دم أصلا. لا لا دكتور، هاي ما حبيتها منك. ها معقولة الله بيخلق إنسان بدون دم دكتور؟